وحدات تعبئة من المستوى الرابع. المكان برج فيسك. فيسك. خلصت منهم ولا لسه؟ لا، احنا في برج فيسك بس لسه مستنيين التصريح. ممكن انبسط معاكو؟ انت عارف المحامين عنده عاملين ازاي، لازم نهرب من ثغرات. يلا يا يوري، انا مستني ده من 8 سنين. عايز تساعد دكاترة؟ روح تايم سكوير. من الواضح ان رجالته بيحاولوا يمنعوا رجالتي يوصلوا للموقع. ماشي، خلاص قربت اوصل. باركر، انت فين؟ لازم نواجه العرض على الاقل مره قبل وصول اللجنه. ايوه اسف، بحاول احل مشكله شخصيه. هوصل بسرعه، وعد. لازم اخلص بسرعه واروح شغلي الحقيقي. شكل يوري طلب الدعم. محتاجين دعم. 10-32 تايم سكوير، ضرب نار. اضربوا القضية. صباحية. حذركم، عايز اضرب حد النهاردة. الزبون اللي بعده. ده مش كويس. شكل عنده ناس كتير قوي. سبايدر مان، ايه وضعك؟ قربت اخلص، وانتي؟ قربنا ندخل. قربت اوصل. مش قادر استنى لحد ما اشوف ويلي والكلبشات في ايديه. اوكي يا يوري، كله جاهز. بيحصل ايه؟
تمشي بسهولة. همشي بقى. قوم بشغلك. أخيرا. يوم يومك يا ولد. انتبهوا. ايه رايح فين؟ امسك. افضي الطريق ورايا. يؤسفني اقول لك بس شكلك ما فهمتش ده يا حبيبي. شكرا على دفعة الثقة يا رجالة. اضربوه. هي دي اكيد بيئة العمل العدائية. لازم اخلص من المسلحين. شكلي خلصت عليك. يلا يلا دول وقفوا الاسانسير، خدوا السلم. بفضل الاساليب المباشره. سبايدر مان وضعك ايه؟ انا طالع الادوار اللي فوق، يا ريت ما حدش يركب الاسانسير. طياراتنا بتتضرب بالنار، تقريبا في مسلحين ماشيين ورا فيسك في كل دور. هو يائس عشان كده بيضربنا بكل حاجه. أنا لازم ألاقيه وأنهي ده. مش دلوقتي، سمعنا شوية كلام، بيمسحوا كل السيرفرات، إحنا محتاجين التدليل ده علشان نتخلص منه تماماً. تمام، على أوضة السيرفر. سيبوا جنين في الدور التاني. سيبوا الصفر، لازم أرد. أهلاً يا عمي تيمين. إيه الدوشة دي كلها؟ بشوف فيلم بطل خارق، إيه الأخبار؟ أكد على معادنا بكرة بالليل على العشاء. طبعاً، بصي أنا لازم أهدي. ماشي، بحبك. أنا كمان. متخيلين الامر ينتهي لصالحكم. ايه اللي المفروض نعمله ضد ده؟ لسه ما ندمتش على اختياراتك؟ ما تهزرش مع كينج بين. لازم الاقي اوضه سيرفر قبل ما الادله تختفي. ازاي ممكن يكون في سيرفرات في الدور ده؟ دخلت من هنا هيدمروا كل الأدلة. لازم أدخل من غير ما حد يشوفني. يلا بينا. ها
كأنه مخصوص ليا بالذات. صحيح فيسك مجرم قذر، بس فتحات التهوية عنده نظيفة. بسرعة، الزعيم عاوز يفتح كل حاجة، ما اقدرش اتحدث بسرعة الحزم. لطاف جدا وهم مش مركزين. ايه الوضع؟ مسحت نصها دي يا روحي. هو ده الدعم الفني؟ نسيت الباسورد. سبايدر مان ما يعرفش الوحدة التحكم. اقتلوه. وانا اللي كنت فاكر الاي تي في شغل جلسين. لازم اوصل لوحدة التحكم قبل الحذف. لما نشوف كفاءة الامن عندهم عاملة ايه. يا جماعة انتوا نسيتوا برنامج التصحيح الاخير. بتستخبى في اوضة الخدم ده جوه حتى لو منك. غريبة من حد بيحذف تاريخ البحث بتاعه. بعد السنين دي كلها هتفضل زي ما انت حتة عيل جاي. صح، بس جزء من جاذبيتي مش كده؟ بلخيمة، اكسروا الباب ده دلوقتي. يلا عدو دمروا كل حاجة. بص حواليك، انا اللي عملت كل ده. قول لي بقى انت عملت ايه. عارف في مره كده خلصت على مجرم مغرور متكبر قبل ما ابدا فطار. مش ممكن من غيري. الحسين اللي كنت مسيطر عليهم هيخربوا الدنيا وهتبقى غلطتك انت. كان طريق طويل وصعب يا فيسك، بس زعلان انه خلص. دي مجرد البدايه بس. طيب استعد بقى للحفل. يوري في انفجار لسه شفته. يمكن يكون فيسك لغم المكان كله. هبعت وحدة القنابل. هتأكد ان محدش في طريقهم. اقتلوه والا الزعيم. شكلي خلصت عليه. الطريق سالك. يلا اهلا. اعتقد ان القنابل جزء من خطة هروب ويلي. شكلهم محبوسين. روح وراهم وهندور على القنابل. الحقونا. فضوا المكان. اخلوا المبنى حالا. سمعت ناس تاني من هنا. هلاقيهم. مش بنتحرك، متحصرين. هرفعها ولما تتحرروا اخرجوا. لو قادرين تمشوا ساعدوا المصابين. اتفقنا؟ يلا يلا يلا. تمام يا ويلي، جاي لك في الطريق. أنا يوري. إيه الأخبار يا كابتن؟ مش الأحسن، الطيارات بتاعتنا تهاجمت، اضطرينا لهبوط آخر طيارة. لو فيسك جاب طيارة مش هنقدر نمنعها من الهبوط. ومحدش هيلحقه لو طار بعيد. أنا ليه حاسة إن هو ده اللي كان بيخطط له طول الوقت؟ عشان يمكن ده صح. أعرف. يوري، ابعتي الإسعاف هنا بسرعة. بنحاول. حاسبه! كفايه قوي منك. صواريخ تاني؟ ده تبذير، مش شايف كده؟ ايه؟ ده اليوم الوطني للصواريخ مثلا؟ اضربوا ناحيته وخلاص. ازاي فريق القنابل عدى ده؟ اقتلوه. هدي نفسك شويه، في كفايه للكل. هعلمك حاجه.
تمام، الأوضة أمان. المفروض فريق القنابل قدامنا، أتمنى يكونوا بخير. أنتوا كويسين؟ إحنا كنا لسه هنطلب الدعم حالاً. أنا الدعم؟ ورينا الطريق، هنكون وراك على طول. انتبه يا زعيم. دلوقتي الفكرة دي مش هتخرج بره دماغي. يعني خطتكم ما نجحتش، تبقى الخطة التانية الضرب في الوش. يا يوري، بعض رجالتك اشتغلوا لمصلحة فيسك. الخبر الحلو انهم دفاع ويلي الاخير. انا دلوقتي برا مكتبه. خلص عليه حالا. بكل سرور. تكتب مذكراتك؟ ما تنساش تكتب الشرطة بين سبايدر ومان. جهز الهليكوبتر، أنا مش هتأخر. أنا فعلاً منتهش إنك عملتها، بس غباءك هينتهي دلوقتي. أنت عارف إني لسه شايفك صح؟ مستحمل وقحتك 8 سنين. ليه انا؟ ما كنتش تتعب نفسك. استنى فرصة مناسبة. بتتعمر تاني. تمام حالا. ازاي ده حصل؟ ايه المشكله يا ويلي؟ انت متعصب. انا هدمرك. هتاخرك. ده اداني فرصه. أنا كنت هقولك نفس الكلام. عارفين هتعملوا إيه؟ حصروه. الكل يهجم. دي عشان الزعيم. يا أغبياء. أنتوا متدربين على قد إيه تقتلوا؟ ده فعلا سريع أوي. أنا مش عايز أي أثر، وأنا بديكم فلوس ليه؟ احموا الزعيم. لا، أنا هشوف الموضوع بنفسي. هي فين التعزيزات؟ مش عارف يا سعيد. يا مزعج يا ممل. اهدى، الموضوع هيخلص قريب.
ضربتك يا أخي. مش المرة دي. طيب نبوس بعض دلوقتي؟ يمكن بعدين. أخيراً هتروح سجن رايكر، ها؟ عارف انت هيكون لك أعداء أكتر مني هناك. كنت فاكر اني هبذل أي جهد علشان أخلص منك. ووب لازم أمشي. هاي حظ سعيد يا ويلي، حاسس انك هتحتاجه. غبي، أنا اللي حافظت على النظام في البلد دي. شهر واحد، شهر واحد بس وهتتمنى ان نرجع من تاني. كينج بان رايح السجن، نهاية عصر، انا لازم احتفل ويمكن اخد لي اجازه. باركر انت فين؟ اللجنة هتوصل قريب، لازم نفحص المعدات. قرب توصل بعد كذا مبنى. انا هعمل ده بنفسي. لا بلاش، ده مش امان. عجبني حماس الدكتور ده قوي، بس اوقات ده بيوقعه في مشاكل، احسن لي اوصل قبل ما يأذي نفسه. آسف إني اتأخرت، كنت واو. بدأتم من غيري. مدير لجنة المنح قرب يجي. ما تقلقش يا بركر، أنا اللي اخترعت الآلة دي وهتعامل معاها. جهاز تحليل الطاقة. خبر متهيألي لازم نلغيها. لسه شوية. استنى،
منه. دكتور أوكتافيوس أنت كويس؟ فشلنا تاني. بس قربنا. حد اتصاب؟ لا بس دي غلطة. مستويات الطاقة عدت كل توقعاتنا. من وجهة نظر معينة ده تطور إيجابي جدا. ده مش إيجابي خالص. هأكد لك المرحلة الجاية. خلينا ما نسبقش الأحداث. ممكن نناقش ده في مكان تاني؟ ممكن تاخد باقي اليوم أجازة يا بيتر. بس هنتكلم بعدين. دي كارثة فعلا. إزاي الجهاز يبوظ؟ أنا عارف إن الدكتور شكلك مش كويس يا صغير. خلينا نشوف كده فيك إيه غلط. دايرة الكهرباء اتحرقت. يا دي النيلة، أنا لو كنت هنا وشفتها كنت لحقتها. لقيتها. طيب أنا لازم أغير توجيه معزز التحكم. جميل. طيب ايه بعد كده؟ ودلوقتي نعيد تظبيط الفولت. خلصت. هنشوف لو ينفع ده. حلو قوي. الدكتور كان بيجرب مواد جديدة للأطراف الصناعية، طلب مني مراجعة شغله لو عندي وقت. لما أعمل كده دلوقتي. الدكتور جرب مادة توصيل جديدة للأطراف الصناعية. الهيدروجيل بوليمر ده مادة مركبة قوية بس مقاومتها عالية. الأحسن إننا ننصح الدكتور إننا ندور على مواد تانية. تمام، لازم أخرج من هنا قبل ما أبوظ حاجات أكتر للدكتور.
سبايدر مان، أنا يوري. هو فيسك وصل رايكر؟ مش رايكر، ابننا لازم يتعامل زي المهمين. هو في رافت. انضم العقرب وإلكترو والباقي. فيسك لازم يتكرم، دي شركة محترمة. انت ممكن تعدي عليا في الاسم، حصلت مشكلة وعايزين نستفيد من مهاراتك المميزة. عشانك يا يوري، انت تأمري. انا في الطريق. حلقة جديدة من برنامج دي الحقيقة هتتعرض. يا ترى اكبر معجبيني شايف هزيمة فيسك ازاي؟ برنامجكم الحقائق فقط مع جي جونال جيمسون. هنتكلم عن القضايا اللي بتشغل البلد مع الفائزين بجائزة بوليتر. مرتين للمرة الثانية، محرر سابق في ديلي بيوكل يفوز بالجائزة. أهلا، خدوا كتاب. وزي ما عودناكم، لو طلبتوا كتاب السيد جيمسون سبايدر مان تهديد أم خطر في خلال 24 ساعة، هتاخدوا نسخة موقعة من غير رسوم إضافية، من غير شخصنة، ما تطلبوش، مش هتاخدوه. اهلا وسهلا بكم في الحقائق بس مع جاي جونا جيمسون، وبنحذركم من مصايب انتم ما تعرفوهاش لغايه دلوقتي. خلينا نستقبل المكالمات على طول، اتفضل. مش من غير سبب، انت لازم تقدر سبايدر مان عشان هزم ويلسون فيسك، مش كده؟ اننا نخلص من زعيم عصابه تاني ده افضل للجميع. صحيح، قول لي انت ضابط شرطه؟ نائب عام؟ طب يمكن مراسل حصل على جوائز وعندك خبره ومخضرم في المهنه زي مثلا. لا انا سباك. تمام، طيب خليك في خدمتك واخرج خالص. خلينا اوضح لك حاجه بخصوص زعماء العصابات. اول لما واحد منهم يقع، كل واحد تافه عنده سلاح ولبس رياضه ودرج مليان سلاسل ذهبيه، هيعمل نفسه الزعيم الجاي. هيبقى عندنا حرب عصابات في الشوارع، لكن هل ده يهم الاحمق اللي راسه فيها شبكه؟ طبعا لا، اصله خلاص طلع في التلفزيون وده المهم. ممكن اجيب الانابيب النحاس من العموله دلوقتي، وفي بدايه حرب العصابات دي انا هكون في صف صاحب الراس الشبكيه. واحد غني. دلوقتي بعد ما بطلت تدخين هتقولي ايه للناس لما تيجي هنا؟ انا عايزه استريح من تفاهاتهم كده. عدل، ها اتصلتي ليه؟ عايزه ميعاد حفله الشرطه؟ عندك بدله ابيض في اسود؟ مفيش حفله السنه دي، صرفنا كتير على دمج تقنيه مراقبه اوسكار. الموضوع يستاهل صح؟ كان يستاهل لحد ساعه فاتت. النظام كله وقع في كل المدينه وفي كل برج. ازاي؟ قالوا لي ان في حد اخترق السيرفر الرئيسي وكل الابراج مفصوله. عمل داخلي؟ ممكن، هكتشف ده بعدين. عايزين نرجع الابراج دي ونوصلها تاني بسرعه. عشان كده كلمتيني؟ انت لطيفه. انا كلمت شخص واثقه فيه، كمان الاشارات مشفره وما نعرفش بتتصلح ازاي. بحب التحدي. اللي تكسره تصلحه. افتكرتك وثقتي فيا. لما نبص على البرج ده، أشرطة الإدخال اتنقلت بإتقان. البرج اشتغل دلوقتي، أنت اللي شغلته؟ مش بس لابس قناع ولا إيه؟ أياً كان اللي عملته، هل ممكن تعمله في باقي الأبراج؟ طبعاً، بس عشان تعرفي لازم أظبط البرج عشان أصلحه. أنا شايف كل البيانات الجنائية في المنطقة دلوقتي، شكل في اقتحام حصل قريب. جميل، في وحدات قريبة. ما تقلقيش، أنا مسيطر. يلا احمي ظهري. متأكد ان الرجالة دي ما نسيتش مفاتيحها. خلص. ده هيخزين كام؟ حرق الشرف. يلا الصباح ده احسن من تمام. خلصت. شكرا،
أنا شايفة إن في هجوم بيحصل جنبك. أنت محظوظة يا يوري، المحقق الجامد أبو شعر أبيض المفضل ليكي هنا في البلد. إيه؟ لا لا، أنت وعدتني إنك مش هتعمل الضابط العنكبوت. أرجوك لا. انت اكيد الخاينة. ابعد يا مسخ. ايوه هي المختارة. قلت لك ابعد. سيبني في حالي. اهدي بس يا مدام. ما تلمسنيش النجدة. ابعد عنها. سبايدر مان. ما تعيش الى مكسر. اعرف اضربه في الهواء كده. اثبت مكانك صغير. امشي دلوقتي والا هنقتلها. كله تمام يا فندم. عرفت ان جيمسون كان غلطان في حقك. انت غريب شويه بس قلبك حنين. هل عندك مكان تروحي؟ باخد بالي من نفسي. انا متاكد انك تقدري، بس احتياطي في مكان اسمه مركز فيست. فهمت. انا مش عايزه صدقه. بيعملوا احسن كيكه في البلد، معروفين. ماما كانت بتعمل لي من دول، ما اكلتهمش من زمان قوي. هشوف الموضوع ده. شكراً يا سبايدي. أنا سبايدر مان نوع. أنا لازم أشوف البرج التاني من هناك. من مكانه العالي الضابط العنكبوت بيتجسس على وجهته برج مراقبة تاني. انت بتتكلم عن نفسك كأنك حد تاني؟ ايه؟ لا اكيد لا. القائد عمره ما فهم الشرطي العنكبوت، افتكروا سلاح طايش. انا ندمانة فعلا. انا اقدر اعدل الابراج دي عشان اتابع حاجات اكتر من الجرايد. شيء هايل، الأبراج لقطت كل إشارات الراديو. دلوقتي ومنهم واحد جنبه. وإيه ده؟ شنطة مدرسة قديمة من أيام سنة، كنت نسيت إن حطيت فيها نقط تتبع. كم واحدة متوزعة حوالين المدينة؟ ده المنيو من أول معاد حقيقي ليا مع أم جي. كان نفسي أقدر أخدها المطعم راقي أكتر من كده، لكن هي ما كانتش بتمانع. سامعني؟ في سرقة حاصلة في مبنى قريب. الضابط العنكبوت هيتصرف، نص راجل نص عنكبوت، كله ضابط. افتح الخزنة، افتح!
يا شباب. سبايدر مان اقتلوا. مجرمين اكتر؟ شباب لو اشتغلتوا بالجديه دي في وظيفه حقيقيه مش هتبقوا مجرمين. اتكلم على كل ده يا عجل. تمام يا يوري، هصلح اخر برج في الحي الصيني دلوقتي. مش انت قلت الضابط العنكبوت هيصلحه؟ كنت بفكر بس يا يوري، حفظ الامن امر سهل والشرطي العنكبوت هو مش شخص مبتدئ ابدا. ارجوك روح مكان ما كنت فاكرك رايح. من النهارده الضابط العنكبوت طلع معاش رسمي. شكرا بجد، عايزه اشرب. هنحتفل كلنا الليله يا يوري على شرف الشرطي العنكبوت الدؤوب. يوري يوري انت هنا؟ يوري انت سامعاني؟ شكلها غرقانه في مشاعر اللحظه دي. حاجه زفت، ما ينفعش اخلي الناس تصورني وانا بشعر صدري كده. أدوات تصليح البدلة في المعمل. يا ترى دكتور أوكتيفيوس راجع تاني؟ دكتور حصل إيه مع اللجنة؟ آسف قوي إني لخبطت الدنيا. عادي يا بيتر، هما قلقانين عشان قربوا من النجاح. هيدوا بيعملوا كده دايما. لازم ارجع المعمل انضفه؟ لا انا هخرج اتعشى، هنكمل بكره. استراحه ونرجع لصناعه المستقبل. نفسي اعبي وابيع تفاؤل الراجل ده، شكله مش راجع المعمل النهارده. هشتغل بقى انا على بدلتي في السر. It's all good, Spidey. Don't worry about it.
شكل الدكتور مشي. ده وقت شغل العنكبوت. باركر. دكتور أوكتافيوس، أنا إيه اللي معاك ده؟ أكل صيني؟ لا أعرف إنك هنا. شغال علي؟ مجرد مشروع جانبي. طبعاً. ده أنت. أنا مش فاهم أنت بتتكلم. أوه، بقولك إيه يا باركر، دي واضحة. طيب خليني أشرح. كان نفسي تقولي قبل كده. كنت عايز أقولك، بس خوفت على عيلتي تكون في خطر لو الحكاية اتعرفت. أيوة، أعتقد لو أنت اللي صممت أجهزته هتبقى مستهدف زيه. أيوة تمام. ما تقلقش، سرك في بير. ماشي، هسيبك ليها. شوف إيميلك. أتمنى ما يكونش الدكتور طردني. بيتر، عنكبوت أبيض. ها أكيد ده هينفع. ورجعت زي الأول. يا سلام، شكراً يا دكتور. إشارات الألوان بتخلي هجمات الأعداء متوقعة. سبايدر مان، عرفت إزاي رجالة فيسك قدروا يستمروا في إدارة أعماله الغير قانونية؟ مواقع البناء. مش ده اتقفل لما اتقبض عليه؟ لا، دي واحد من أعماله القانونية. مستثمرين تانيين، ما ينفعش نتصرف من غير قضية قوية. هي وصلت دلوقتي صح؟ عشان كده بتمنى انك تراقب الاماكن دي وتقولي على طول اول ما تلمح حاجة مريبة. معاكي، هكون سبايدر مان متطفل الحي عشانك.